احنا جناح جامعة صلاح الدين في اقليم كردستان، وشاركنا هالسنة كأولى مشاركاتنا في هذا المعرض الكتاب الدولي بمطبوعات ومؤلفات أساتذتنا الجامعة، بصدد اختلاط بين واندماج بين ثقافات الدول والدور النشر العالمية مع جامعتنا إن شاء الله. وإن شاء الله راح نعيد هذا المشاركات في السنوات القادمة إن شاء الله بأحسن وأحسن من هذا. إقبال جيد على يعني تقني الناس لهذه المعرض، ونلاحظ انه ما شاء الله انتم شايفين الزحامات كثيره على والله هو اقبال زين كلش. طبعا اكيد هم نخبه المثقفين يجون، واحتمال الباقي بعدهم يعني ما يعرفون، بس هو باربيل يعني هوايه عليه اقبال. القراءه كلش تنطي نور للانسان، وتعلمه شلون يفهم الكبار، شلون يربي جهاله، شلون يصير حساس، يصير يعرف شلون يتعامل ويا الناس، ويصير يحب الحياه.